مجددا واصل طرفا الأزمة الليبية مجلسا النواب والدولة مناورتهما السياسية بالعودة إلى فتح ملف القاعدة الدستورية، والتي تزامنت مع تهديد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بتجاوز المجلسين لصياغة قانون انتخابي. فبعدما اتفق رئيس البرلمان عقيل صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري على استبعاد شروط الترشح لرئاسة البلاد من القاعدة الدستورية لتسهيل الوصول إلى الانتخابات، رد المشري مرة أخرى برفض ترشح مزدوج الجنسية باعتبارها حالة غير متطابقة مع الواقع. مصادر ليبية أشارت إلى أن تراجع المشري عن هذا الاتفاق المبدئي فاجأ الجميع، وبات يثير مخاوف من أن يؤدي إلى إطالة أمد النزاع بشأن القاعدة الدستورية التي هي أساس الخلاف بين الأطراف المتصارعة حول الاستحقاقات الانتخابية. وسط هذا الخلاف المتشعب، ربما سيتعين على المبعوث الأممي الجديد عبد الله باتيلي مباشرة مهامه بداية أكتوبر، بما بدأ به أسلافه بعد عقد لقاءات تشاورية مع مختلف الأطراف بهدف تحديد معالم خارطة طريق جديدة تشدد على توحيد المؤسسات ودفع ملف تنظيم الانتخابات. ليطرح السؤال الذي يتكرر مع تسلم كل مبعوث أممي جديد لمهامه حول قدرته على دفع المجلسين لإنجاز الإطار الدستوري للانتخابات، غير أن هذه المرة يطرح سؤال إضافي حول قدرة المجلس الرئاسي على تنفيذ وعوده وتدخله للدفع نحو تحديد إطار زمني للانتخابات وقاعدة دستورية متوافق عليها. نرحب بضيفينا من بنغازي الدكتور يوسف الفارسي رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بنغازي، ومن طرابلس الدكتور مسعود السلامي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة الزيتونة. أبدأ معك دكتور مسعود، ونرحب بك على شاشة الغد في حصة مغاربية. إذن كما تابعنا في التقرير وكما تتابعون حضرتكم في الواقع في ليبيا، توتر واضح هناك بين رئيسي مجلس الدولة ومجلس النواب بسبب شروط الترشح للرئاسة. من جهة، أو قبل أيام أعلن سيد عقيلة صالح أنه توصل مع خالد المشري إلى اتفاق، اليوم وبعد بأيام نفى ذلك مجلس الدولة، واليوم أصبح التوتر يتصاعد يوما بعد يوم. لماذا تراجع المشري عن ذلك الاتفاق؟ ما الذي يحدث؟ اولا تحيه لك استاذ سهام، وتحيه لضيفك الكريم من مدينتنا بنغازي. هذا اولا. الحقيقه التصريحات التي ادلى بها السيد عقيلة صالح بخصوص ما يفيد بانه اتفق مع السيد المشري حول ايجاد قاعده دستوريه وتتعلق بالذات في الماده المتعلقه بترشح مزدوجي الجنسيه للرئاسه، هي الحقيقة يعني ربما يعني القول هنا يذهب إلى اتفاق بين شخصين، أي بين عقيلة صالح وبين المشري. هذا إن إذا حدث الاتفاق صحيح يعني، ولم يحدث الاتفاق بين المجلس بين مجلس الدولة الاستشاري ومجلس النواب، لأن الصيغة أو الصيغة التشريعية لابد أن تتم عبر هذين المجلسين وباجتماع صحيح وبالحقيقة نصاب قانوني صحيح. وما دام الأمر غير كذلك فبكل تأكيد هي عبارة يعني على نوع من الكلام، أو ربما هي عبارة عن نوع من المناورة التي يتبادل فيها كل من عقيلة صالح والسيد المشري في غياب إرادة المجلسين. الحقيقة الأدوار لا لشيء إلا لمن أجل إيهام الرأي العام الحقيقة نتيجة غياب الشعب، ونتيجة الحقيقة يعني غياب الإرادة الدولية أيضا، بأن هذين المجلسين معنيين، أو أن مجلس النواب معني بإيجاد قاعدة دستورية ومعني أيضا بإقامة الانتخابات. هذا الأمر طبعا بكل تأكيد ليس له أي مكان من الصحة، وربما يعني هذا التصريح أو هذه المحاولات الحقيقة الإيهامية. هو قال أنه تم التوصل، عقيلة صالح قال أنه تم التوصل إلى توافق، لكن سيدع ذلك للمشرع الأول.
بكل تأكيد هو كما قلت لحضرتك، هو يعني تصريح يتعلق بقيلة صالح وليس بمجلس النواب، هذا أولا. النقطة الثانية أن السيد المشري نفى هذا الاتفاق وأشار بما معناه أنه لا يملك الحقيقة لا الإرادة ولا الصلاحية في أن يتخلى على يعني على هذا الشرط، لأن هذا الشرط هو يعني من ضمن المواد المتعلقة بمشروع الدستور، ولا يمكن لا لعقيلة صالح ولا للسيد المشري أن يبت في هذا الأمر، فهذا الأمر يعني مرهون ب لو كان هناك إرادة. لكن دكتور هناك العديد من الأمور لا يبت فيها، ليست عادلة ولا يبت فيها القانون، لأن ربما صوت القانون لا يزال بعيدا عن أذان الليبيين، وما يحدث من فوضى وفساد كما ربما رأيناه في تقارير ديوان المحاسبة وغير ذلك. أتوجه بالسؤال الثاني للدكتور يوسف الفارسي. سيدة دبيبة ومراقبون كانوا قد تخوفوا من تراجع السيد خالد المشري عن هذا الاتفاق ونفيه لذلك، وسيدة دبيبة اتهم أيضا البرلمان والمجلس الأعلى للدولة بتعمد الإبقاء على الخلافات من أجل تمديد المراحل الانتقالية وأيضا البقاء في السلطة، ما رأيك؟ بسم الله، تحية لك سيدة الكريمة ولضيفك الكريم الدكتور من طرابلس. في الحقيقة اليوم ما يحدث اليوم هو حقيقة تجذر هذا الخلاف الذي هو نابع منذ فترة طويلة حول القاعدة الدستورية. يعني نحن على منذ فترة طويلة كنا نعرف أن هذا الاتفاق سوف لن يحدث، وسوف يكون من سبع مستحيلات الاتفاق حول القاعدة الدستورية، خصوصا في هذه الشرطين شروط الترشح الرئاسة اللي هي مزدوجة الجنسية، وكذلك الترشح العسكري للتصويت. هذه النقطتين هنا سبب الخلاف حقيقة حول هذه المسألة. رغم التوافق ما بين مسألة الدولة ومجلس النواب في استبعاد هذا الشرط، وثم نقض هذا العهد مجلس الدولة ورفض مسألة استبعاد هذا الشرط، لأنه يعرف مسبق الحقيقة والمشكلة. الآن مجلس الدولة يعرف حقيقة أن نجاح هؤلاء وتمرير هؤلاء الشروط سوف يضرب حقيقة بشعبية الأطراف الذي هي لا تريد هذا الشرط أن يمر، لأن هذا الشرط لو مر سوف يفسح لشخصيات بعينها أن هي تكسح الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهذا هو ما جعل مجلس الدولة يستميت في عدم تمرير مثل هذه الأمور، وهذا سوف يبقى خلاف حقيقة لمدى طويل جدا، وسوف لن تكون هناك توافق حول القاعدة الدستورية خصوصا في هذه المواد التي تعتبر هي الحلقة الفصل في مسألة الرئاسة ومسألة ترشح الرئيس اللي هو سوف يكون ضد هؤلاء السياسات الذي جاء بها مجلس الدولة الذي عرضها بشكل أساسي. الآن مجلس الدولة ليس حقيقة ليس له عهد ولا موثيق واتفق في السابق، وثم الآن رجع في اتفاقه، ومنذ فترة طويلة ونحن حقيقة ندور في هذه النقاط. حتى مسألة أن هؤلاء المجلسين يريدين الاستمرار في السلطة، هذه مسألة أصبحت واضحة للعيان بشكل مباشر، يعني استمرار خلافات هو استمرار بقائهم في السلطة. لا يمكن لهؤلاء المجلسين أن يمروا هذا الاتفاق بشكل من الأشكال، لأن مدام هناك خلاف مدام هناك استمرار في هذا الفوضى حقيقة وفي هذا العبث. وفي الحقيقة مجلس النواب حتى منذ فترة طويلة ويناقش في أمور حقيقة ليست المسألة الهامية، ليست الشعب لديه رغبة فيها بالأساس، دليل أن عنده رغبة كثيرة جدا حقيقة بعد السنوات الذي ضاعت على الشعب الليبي فرصة تاريخية الانتخابات أصبح يضيع عليه فرص أخرى. هذه المسألة اليوم أصبح الحقيقة معقدة، أصبح الناس في الشارع مستاء من هذا الوضع المزري الذي أوصلنا إليه هؤلاء المجلسين بالأساس. يعني طيب، ماذا في حال استمرار حالة عدم التوافق حول القاعدة الدستورية؟ كما ذكرت هو واضح أنه لا نية للمجلسين في التوصل إلى توافق، ومثل ما قال الدكتور مسعود السلامي ليس من صلاحيات لا مجلس الدولة ولا مجلس النواب البت في هذا الأمر. دكتور يوسف، نعم سوف تكون هناك حقيقة خلاف مستمر طويل أجل. الانتخابات أصبحت يعني من الماضي، نحن كسياسيين ومختصين نترقب في الوضع بشكل مكثف، الوضع حقيقة لا يبشر بوجود انتخابات حتى على المدى القريب. نحن نعرف أن الآن السيد مبعوث الأمم المتحدة البتيلي باشا المهامة، سوف تكون هناك حقيقة بداية لمسألة عودة الملف الليبي السياسي بقوة على الساحة السياسية، ولكن سوف لن تكون هناك نتائج حقيقة، لأن اختيار المبعوث حقيقة عندنا فيه كلام كثير كثير يعني. طيب الدكتور مسعود السلامي، هل تعتقد أن بيد عبد الله باتيليا الذي تسلم
مهامه منذ شهر تقريبا أن يبت في موضوع القاعدة من 5 أيام فقط، يعني آخر شهر سبتمبر. هل تتوقع منه أن يبت في موضوع هذه القاعدة الدستورية؟ هل يستطيع تحقيق التوافق بين المجلسين، أو هل من ورقة لديه في حال عدم التوافق بين المجلسين؟ هو بكل تأكيد الحقيقة هناك تعويل كبير على السيد عبد الله بتيلي في أن يحدث اختراق ما في هذا الجمود السياسي الذي أدى الحقيقة يؤدي إلى مزيد من الانقسام كل يوم حقيقة. ومدام أيضا هناك دعم دولي واضح، خاصة بأن الدعم الأمريكي أصبح الحقيقة أكثر مرئي أكثر، ويعني ربما مباشر بشكل أكثر، وربما الدعم الأمريكي بدأ الحقيقة يضع اليد كما يقال على الجرح، بحيث أنه هو يعني أشار لضرورة الانتخابات وضرورة أن تتخلى هذه الأسام الميتة الحقيقة عن جهيتها، ويعني تسلم بالأمر الواقع، وذلك من خلال إيجاد قاعدة دستورية يتم الاتفاق عليها من قبل الجميع. يعني بمعنى باختصار شديد، ما سيقوم به عبد الله بتيلي هو مسألة الضغط، يعني متسلحا بالإرادة الدولية، وأيضا الحقيقة بالزخم الأفريقي الذي بدأ واضحا. طيب في هذه النقطة سيد مسعود سلامي، يعني كيف هو الدعم الدولي؟ هل بإرساله مبعوثا أمميا؟ لقد أرسل قبله 8 مبعوثين إلى ليبيا ولم يعملوا شيء. هناك حتى اتهامات، أو هناك من يرى في الأمم المتحدة وفي المجتمع الدولي أنه متواطئ، وأنه جزء من المشكلة وليس جزءا من الحل. لماذا لم نلمس أي حلول واضحة، أي دعم واضح ينهي الاقتتال، ربما يفكك الميليشيات وإخراج المرتزقة من البلد وتوحيد المؤسسات الليبية؟ بالحقيقة أستاذ سيهان، نحن الليبيون نحن من وضعنا نفسنا أو أنفسنا في هذا المأزق الخطير، ولا علينا يعني يجب أن لا نلوم المجتمع الدولي، سواء أن هذا المجتمع الدولي جزء من الحل أو جزء الحقيقة من المؤامرة، فهذا واقع يجب أن نتعايش معه، ويجب الحقيقة أن نسلم به، ولا نستطيع أن نقول أن المجتمع الدولي بشكل يعني واضح وصريح أنه متآمر لهذا الحد. فالمجتمع الدولي يعني لديه بعثة أممية، ولديه الحقيقة اجتماعات بخصوص ليبيا، والمجتمع الدولي تهم الحقيقة إيجاد حل في ليبيا، لأنه المسألة تتعلق بالأمن والاستقرار ليس فقط في ليبيا، وإنما الأمن والاستقرار في أفريقيا وفي جنوب المتوسط وفي دول الجوار، وبمعنى لأن منظومة الأمن العالمي هي منظومة واحدة. هذا أولا الحقيقة، ولذلك المجتمع الدولي يستطيع أن يفيد السيد عبد الله بتالي، وأنا أعتقد أن السيد عبد الله بتالي أنا قرأ الخريطة بشكل واضح من خلال المبعوثين السابقين، وتخلى أو تخلص من كل الحقيقة النقاط الفشل التي وقع فيها هؤلاء المبعوثين، وخاصة ستيفاني ويليامز التي كانت تمسك العصا من المنتصف وتتماهى مع مجلس النواب ومع مجلس الدولة، وهما جزء من الحل وليس جزء من المشكلة، ولذلك هي غادرت دون أن تحقق شيء. عبد الله بتالي أعتقد أنه سيتجاوز هذه المسألة ويذهب مباشرة إلى موطن الداء. موطن الداء هو إما يعني أن يتفق وفق إرادة دولية كما قلت لك، لأنه لابد من الإرادة الدولية مع المجلس الرئاسي، يعني بخصوص تجميد هذين المجلسين اللذين أصبح الحقيقة يشكلان الحقيقة خطر على ليبيا وعلى الليبيين من خلال الحقيقة هذه المناورة اللي نسمع بها كل يوم، والكلام عن قاعدة دستورية وهذا التفقه مع المشري ومشري يتفقش مع عقيلة صالح، والكلام هذا الحقيقة الذي لا يغني ولا يسمن من جوع، أو أن الحقيقة المجتمع الدولي من خلال أمريكا بالذات، لأن كما قلت لحضرتك أمريكا أصبحت من خلال تقاطعات الأزمات الدولية أصبح موقفة أكثر وضوح، ويذهب في اتجاه مخاطبة مجلس النواب ومجلس الدولة والمجلس الرئاسي بشكل مباشر، عليكم إيجاد قاعدة دستورية أو عليكم التنحي. لذلك الأفكار يعني ما زالت في طور التشكل، ولكن هذه المرة أعتقد ما بين الإرادة الدولية وما بين رغبة المبعوث الدولي وجديته
ويعني ربما انه ايضا لديه رؤيه كامله كما طيب نذهب حضرتك. للطرف الثالث الليبي ربما تذهب الامور في هذا الاتجاه. دكتور يوسف الفارسي، المجلس الرئاسي كان قد لوح بالتدخل في حال فشل المجلسين في التوصل إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية، هل يستطيع المجلس الرئاسي ذلك وحل هذه ربما هذه المشكلة؟ في الحقيقة المجلس الرئاسي هو في حد ذاته غير قادر حتى على إدارة حقيقة نفسه وإدارة البلاد، وفشل حقيقة فشل ذريع حتى على مستوى الاشتباكات السابقة وعلى مستوى حقيقة فض حتى النزاع بين الأطراف بشكل عام. يما بالك المجلس الرئاسي سوف يتدخل لإنهاء هذه القاعدة الدستورية الذي ليست من اختصاصاتي حقيقة، اختصاصات تنفيذية لحدد اتفاق جنيف، هنا اختصاصات معروفة ليس من اختصاصي انه هو يتدخل في مثل هذه الامور بشكل اللي هو مطلوب، ولكن هو يحاول حقيقة الضغط على الاطراف لاجل انهاء هذا الخلاف الموجود وانهاء هذه المسألة حقيقة التي اصبحت يعني تؤرق عمل هؤلاء المجالس وكذلك تؤرق الشعب الليبي وما آلت اليه هذه الاوضاع حقيقة من تدني في الأمور اللي هي السياسية وكذلك الأمور اللي هي العسكرية الأمنية وما نتج عليها حقيقة من صراعات وما حدث نتيجة هذا الخلاف الذي أوصل البلاد إلى حالة فوضى إلى حالة عدم استقرار، ولاحظنا حتى الحقيقة الصراع اللي حدث منذ فترة وتكلمنا فيه في حلقات سابقة على قنواتك الموقرة وقلنا فيه أن هناك صراع مسلح سوف يدعم المجتمع الدولي ودعم المجتمع الدولي، ثم بعد هذا الصراع ما انتهى هذا الصراع واستنزاف الأرواح أصبح المجتمع الدولي يذهب إلى أي حكومة ثالثة أي هيئة تنفيذية جديدة وخارطة طريق جديدة، وهذا ما يسعى إليه المجتمع الدولي في ظل قيام السيد عبد الله بتيري بمباشرة ذهابه في ليبيا.